وش نقول لكم، الاصل يبقى اصل والتقليد يبقى تقليد. كما راكم تشوفوا كالعاده دائما مع الماطله الاصليه، ماطله كوردولين، الماطله الحره، الماطله اللي مشرفتنا، الماطله اللي نهضر نخاطب الكليون اللي داو، ما نهضرش مع اللي ما داوش، اللي ما داوش مازال ما جربوهاش، نهضر مع اللي داو. اسكو لقيتو فيها الديفو؟ اسكو ما طلعتش؟ اسكو ماتت؟ اسكو فزدت؟ اسكو ما لقيتوهاش اوريجينال؟ الحمد لله ولا واحد عيط لي واش كاين منها، ولا واحد قال لي لقيت فيها الديفو، ولا واحد قال لي الماطله تاعك راهي فزدت لي، ولا الماطله تاعك لقيناها مش حره، ولا الماطله تاعك. الحمد لله المصنع هذا ما درنا الضمان 100%، احنا ماشي نمدوا فيها شغل بمزيتنا، بغير مزيتنا. هذا لوزين هو مد لي الكارونتي، انا نمد لكم الكارونتي. الكارونتي فيها مدها لي اون كا ديفو، اون كا مش طالعه، اون كا تلقى فاسده، نرجعوها له. وحنا الحمد لله مدة 8 سنوات وحنا نبيعوا فيها ونمدوا فيها الحمد لله، ولا واحد شكينا منها. والسعر تاعها جد معقول بسعر المصنع، حنا كيما نقولوا عندنا بيرسونتاج معاه برك، هذا ما كان. والسعر تاعها اول حاجه بريفيكسي، ثاني حاجه ما فيهاش النقل، يعني اللي خاصه ماطله يجي يديها وحده، حاشا اللي يقضيو علينا الكليون كيما نقولوها واحد يدي صالون ولا واحد يدي شومبرا ولا واحد يدي خزانه، وحنا مواصلين له السلعه مواصلين له، نقدروا نوصلوا له الماطله تاعو معاه. اما واحد اخر في بلاصه بعيده ويقول لي بعث لي غير الماطله، ما نقدرش نبعثها لك، واحد ديها وحدك. يعني بكل صراحه احنا ما مدين فيها فايده ما والو، نخدموا بيرسونتاج حاجه قليله وسعر المصنع. روحوا لكم دوك الاسعار والموديلات، نبداو لكم بالماطله بي دي 30 19. قبل دي 30 19 عندنا دي 25، عندنا في الدي 25 في الدي 19، عندنا في الدي 25 19 يعني لا دوز دي 25 تطلع 19 سنتيم دير 1150. راكم معايا دي 25 تجي هنا مكوشيا هاك، انا ما لا هنا مخلطه برك ما جبدناهاش. المهم ندير 1150. عندنا دي 30 هذه دي 30 تطلع 19 سنتيم، ها كما راك تشوف فيها تطلع 19 سنتيم، دايره 1,350,000 ماطله اصليه. التيسي تاعها كتان اورثوبيديك دوبل فاس لا غارونتي، هضرنا عليها ما ظنوش نعاودو. عندنا الديترونت ال 25 ديترونت، هاكم تشوف فيها مكوشي هنا ديترونت ال 25 كامل متر 60 متر 90، هذو الكبار اللي هضرت لكم متر 60 متر 90. ها هذه السعر تاعها 1,750,000، هكذا فهمتوني، خلصنا من الكبيره 1,750,000. التيسي توجور جاي في الكتان، هذا ما يدلكش الصاد يعني في الصيف، ومن تحت كيما نقولوها اورثوبيديك جهه تاع الشتاء تلقى فيها مقطنه فيها القطن. هذه دوبل فاس اورثوبيديك، هذه توالي من الناس المراض. وروحوا لكم دوكا الماطله الصغيره، الماطله الصغيره عندنا فيها 3 موديل، عندنا 65 وعندنا 80 وعندنا 90، هذو كامل كيما نقولوها ماطله اصليه. نبداو لكم بالماطله تاع 65 كيما راكم تشوفوا فيها التيسي تاعها كتان، اول حاجه اورثوبيديك، ثانيه هذه تاع لي كانابي هذه اللي يديوها العرايس، فيها 65 على متر و80، 65 على متر و80 تطلع 19 سنتيم، ها 19 سنتيم. اثاث مستقبل العلمان، الصفحه الوحيده في مجموع الصفحات اللي تخدم بكل ثقه وبكل مصداقيه، يعني ما نكذبوا الناس ما نربيو على الناس. ماشي نقول لك ماطله يدير 400 ومن بعد تلقاها تطلع لك دوز، حنا تاعنا دير 550 تطلع لك 19 سنتيم ريال صافيه، يعني تهز المتر كي تسجون فلو تخلص هز المتر وكيل تلقاها تطلع 19 سنتيم دايره 550,000. 550,000 اللي يقول لك 400 هذيك راهي تطلع من 12 13 10 ساديبون كيف فيها. حنا نخدموا خدمه تاع صفاق لخاطر 8 سنين حنا نخدموا فيها، وعياو ما يجيبوا الكونتر فاسون باه يطيحونا ما قدروش، لخاطر هذه اللوزين يخدم خدمه اصليه. وحنا ثاني رانا كيما نقولوا هو مشرفنا حنا مشرفينه. روحوكم عندنا دو موديل في هذه تاع 90 وكاينه تاع 80، كاينه الاخرى واش تجيكم؟ تجي هنا 80 على متر و90، واش فهمني برك الباكي مخلطه انا ما لقيتش كيفاش جبدوها. المهم 80 على متر و90 تطلع 19 سنتيم دايره 700,000، 700,000. وعندنا هذه 90 على متر و90 تطلع 19 سنتيم 750,000، 750,000. شوفوا لا قلت لكم الماطله هذه اصليه ما تخدمش بالربا ما تخدمش بالكذب. روحوا معظم الماطلات الاخرين واش تلقاه؟ تلقاه مدير لك هي ماطله تاع لوكال وماطله تاع سوق، يدير لك دربو تاع الطليان، يدير لك دربو تاع الانجليز، يدير لك دربو تاع الالمان. اذا جا شغل به يربي سلعته ويبيع، ما يهموش هو يعني حلال ولا حرام، يهمه انه يبيع. بصح الماطله هذه كانت اصليه وماطله حره، حنا مشرفتنا ومشرفه كيما نقولوا المنتوج الوطني. هذه ماطله تاع الجزائر تستخدم في باريكا،
مطلع اصليه ومطلع حره كما نقولها بالضمان، والمصنع هذا شركه ذات اسهم، يعني مصنع هذا مصنع قادر، يعني ماهوش تاع لعب، وماهوش كما نقولها واحد حال ورشه قاعد يفيس يروح يقول لك ضربوا تاع الالمان ولا تاع الطليان ويقول لك هي مطلع اصليه. هذه هي المطلع الحره، وهذه المطلع اللي مشرف المنتوج الوطني، والحمد لله قلت لكم مده 8 سنوات حنا نمدوا فيها ما كانش يشكى منها، واللي يشكالي منها ولا اللي عنده فيها الديفو راني هنا راني نتقبل تعليقاتكم ونتقبل انتقاداتكم، ومرحبا بكم في اي وقت. والحمد لله على بالي ما كانش وعلى بالي مش راح يكون. زيارتكم تشرفنا، المقر تاعنا مدينه العلمه حي صبيحيه، تقدروا تزورونا في اي وقت، والسلام عليكم ورحمه الله.